أخبار اليوم. أنا أشرف عبد البيعي. أيوه الفكرة بتاعت ياترو مصر جاتك منين؟ يعني إيه اللي خلاك تفكر فيها؟ هل لقيت إن المسرح فعلا فشل في إنه يقدم هجوم جداد؟ أو حسيت إن مسؤوليتك تجاه الشباب وإزاي عملت كده؟ يعني هو بداية أنا بادي مسرح. يعني من أول المسرح المدرسي مرورا بقصور الثقافة والنوادي ومراكز الشباب والأحزاب، أيا كانوا هما إيه، ماليش انتماء حزبي خالص، لكن كان انتماء للمكان اللي بيوصل لمسرح وخشبة مسرح. قدمت حوالي 80 مسرحية بفرق الهواة لغاية ما قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية، تعرفت الدكتور هاني مطوع الله يرحمه، قدمني في خشبة الورد، ودي كانت أول مسرحية عملتها سنة 87 مع الأستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي، ومن هنا كانت البداية. عملت 18 عرض مسرحي من العروض اللي هي بتقعد 3 4 سنين، اخرهم كان مسرحيه لما بابا ينام، وكانت انتهت بوفاه علاء ولي الدين الله يرحمه في سنه 2003. من 2003 ل 2013 مفيش ولا مسرحيه شغاله، بعيدا عن مسرح الحكومه اللي الله اعلم شغال ازاي يعني، وبركه دعاء الوالدين وكل حاجه، لكن المسرح بتاع الخاص اختفى تماما. فلو جينا دورنا ايه الاسباب اللي خلت الناس تبتعد عن المسرح، كان عده اسباب قدرت احط ايدي عليها. منهم سعر التذكره اللي كان من 10 سنين او من 12 سنه دلوقتي تحديدا كانت 300 جنيه التذكره. تاني حاجه ان المسرحيه كانت بتبدا الساعه 11 بالليل بتخلص الساعه 3 و4، فانت بفتقد نوعيه كبيره جدا من الشباب اللي ما يقدروش يجوا لوحدهم، لازم يجوا مع اسرهم، ما يقدروش يجوا بنات لوحدهم او شباب لوحدهم ويرجعوا الساعه 4 الفجر بيوتهم يعني. دي تاني حاجة. تالت حاجة ان المسرحية كان زمانها 4 ساعات، اقعد اتفرج على 4 ساعات وكرسي ممل، واقعد اتقلب يمين واتقلب شمال وانام. يعني انا واحد من الناس بالرغم ان دي شغلتي، لما كنت اروح اتفرج على زمايلي 4 ساعات دي كانت حاجة مملة قوي. برضو حاجة تانية، نوعية المسرحيات اللي كانت بتتقدم، حتى لو جبنا يفتكر لما كنا بنيجي نتفرج على مسرحيات كنا نتفرج فيديو ونقعد نجري ونتفرج على الحتت اللي بتضحك، فاحنا لو جمعنا الحتت اللي بنضحك دي ممكن تبقى ساعه. فمن هنا جت الفكره اللي هي بتاعه ياترو مصر بدايه، كانت عندي الفكره بقى لها 7 سنين وبسعى ان انا اقدمها مسرحيه مدتها صغيره ساعه وبعدين استراحه وبعدين مسرحيه ثانيه ساعه، عباره عن ضحك للضحك. لا عندي هدف ولا عندي عشان ما نحملش التجربه زياده عن اللي هي فيها. انا لو قدرت اخرج الناس من المشاكل اللي هم فيها او يخرجوا شويه من كم الضغوط اللي عليهم وضحكوا بس، ده في حد ذاته هدف اعتقد ان ممكن اكسب فيه ثواب. يعني مش عارف بقى شباب بقى بس برغم كده برضه استطعت ان انا في مين؟ انت مالكش في السياسه كده برضه في حته. لا يعني في جوه المسرحيات؟ لا انا مرفوع عليا 12 قضيه لغايه دلوقتي. اي واحد معدي وبعدين ايه الشباب اللي معايا هم اللي يغلطوا ويترفع عليا انا.